السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد، كيف ديما اخبار ديال الرجاء. الاخوان الجديد اللي كاين هو داك المهاجم هداف الدوري الايفواري، هو ايفواري وهداف الدوري الايفواري، وكيل الاعمال ديالو كاين حاليا في المغرب كيتفاوض مع بودريقه. ان شاء الله نتمناو يكون خير، حيت كاين واحد النادي اخر حتى هو داخل في المفاوضات، يتفاوض مع الوكيل، يتفاوض مع جوج نوادي، يشوف العرض المناسب للاعب. غالبا النادي الثاني هو الوداد. يمكن هاد المشاكل اللي كاينه حاليا في الوداد ودير الرئيس باغي يمشي، يمكن تخدم الرجاء في بعض اللعابه، حيت المعلومات اللي عندنا انه حاليا مفاوضات عفوا ديال الوداد متوقفه بسبب اكيد قريتو الرئيس باغي يمشي، وقف المفاوضات مع شحال من لاعب. نتمناو هاد التوقف يكون في صالح الرجاء. داكشي علاش كنا تكلمنا في فيديو قبل ديال الحتيمي انه كاين الجديد عليه ويقدر يسيني في الرجاء ان شاء الله، وكذلك هاد المهاجم ايفواري يقدر حتى هو يسيني في الرجاء، حيت حاليا دابا ما يكونش عندك منافس، لان كيف قلنا الوداد دابا تيشوفوا وتيستعدوا باش يديروا الجمع العام ديالهم. تقدر تكون هذه يعني فرصه باش اللاعب ما يزيدش يغلى اكثر. نتوما كتعرفوا الا كانت شي مفاوضات بغيتي لاعب ودخل فريق اخر اكيد كيطلع الثمن ديالو. نتمنوا هذا الشيء يخدم الرجاء، ونسمعوا في هذه يومين ان شاء الله ولا ثلاث ايام من الحتيمي سينا ويسيني هذا المهاجم الايفواري. وكيف ديما الخوت فين ما يكون شي جديد راه غادي نحطوه لكم، وشكرا على التفاعل ديالكم.